تيم حسن كيف بتشوفي الشغل معه؟ تيم حسن هو اذا بدك البطل الثابت بالهيبه بتدور حواليه بطول النسائيه والعالم الباقيه، كيف بتشوفي كيف توصفي الشغل يعني معه؟ انت عم تساليني عن الاشخاص، يعني انت اول شيء سالتيني عن امي بالهيبه وسالتيني عن اخي هلا. يعني انا ما عاد فيني اقول لك شيء. انا سبق وحكيت استاذ تيم حدا عن جد خلوق جدا، حدا دؤوب بشغله، حدا مجتهد. يعني ما بعرف شو بدي احكي اكثر من هيك، بس انا فعلا كمان اضافه لإلي بانه انا اشتغلت مع هي الاسماء الكبيره، وكمان حلو، بوجه له تحيه. بتعتبريه خيك حتى يعني في تواصل خلص نحن بينكم بطلنا بعد نفصل، الهيبة؟ نحن بطلنا نفصل، نحن بطلنا نفصل، بتخيل؟ ما بس هي الحالة عندي، يعني طالما موجودة عندي وموجودة عند الست منى يلي هي طول الوقت عم بتعاملني اني بنتها، بتخيل انه هي صارت موجودة عند الكل. خلص نحن بطلنا نفصل، لأن احنا عن جد صرنا نحس انه نحن عائلة وصرنا نشتاق لبعض. يعني لما نوقف تصوير ونرجع لحتى نصور عن جد بنكون مشتاقين لبعض. يمكن عملنا شغلنا كثير متعب، بيوصل الممثل لاخر المسلسل بيكون بال 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 باغلب الاحوال ما انه مصدق امتى يخلص، لانه خلاص بيوصل لاخر المسلسل هو من كتر ما تعب ومن كتر ما استنفذ حاله، فعلا بيكون ما مصدق امتى يخلص. ففي بصير حاله فرح انه هو خلص. انا دائما بقول لهم انا بفرح اكيد انه انا خلصت، لانه بضل حامله مسؤوليه طول الوقت ومتوتره طول الوقت طول ما عندي تصوير، بس بنفس الوقت عن جد بزعل انه انا خلصت، لانه أنا تعودت على هدول الأشخاص بأنه أنا ألتقي فيهم كل يوم وأنه أنا أشوفهم كل يوم ونقعد نحكي كل يوم، يعني رح أفتقد هذا الجو. حلو كتير، حلو كتير يكون هيك الجو بالأعمال عن جد. وأنا بتخيل كمان على فكرة، بس لأقول لك شيء، هذا الشيء صدقيني بيبين للناس، يعني الجروب يلي بيكون كله بيحب بعضه صدقيني هذا الشيء بيكون واضح تماما على الشاشة، الناس بتقدر تلقطه، يعني هذا الحب بتقدر الناس تاخده. صح روزينا، مرق على الهيبة 4 أدوار نسائية، يعني 4 شخصيات إذا بدك، مين كانت الأقرب لإلك بالبطولة أو مين بعد في تواصل معه أكثر؟ يعني كان عنا نادين نجام، سيرين عبد الله، نيكول سابا، لا هلا انا هلا الكل ديما علاقتي فيهم منيحه، بس يلي هلا بالنسبه للعلاقه انا الكل علاقتي فيهم منيحه للامانه، ماني عم جاوب جواب دبلوماسي يعني، بس هي اللي اكثر نحن على تواصل. سيرين حبيبه قلبي، سيرين عبد النور يلي انا وياها على طول على تواصل، ومؤخرا كثير كبيرة للاثنين. ايه ديما اندلفت اكيد حبيبه قلبي، بوسات كتار كتار كتار، ومؤخرا ديما اندلفت كمان تحية كمان بوسات لديما، كتير كتار. وان شاء الله اثنيناتهم بيكونوا معنا ضيوف مشتاقين للغايبين. عملتي معهم مثل ما عملتي معي اكيد رح يطلعوا ضيوف. حبيبة قلبي اكيد اكيد رح يصيروا ضيوف معنا، عن جد نحن كثير بنحبهم وبنقدرهم، واعمالهم يعني بتحكي عنهم، ما بده الواحد يحكي عنهم.